الحمد لله على السلامة يا كبير. ها النظام عاوني، بس ايه رأيك حدي البلد من الاخر؟ هنا بقى هتقدر تعمل اللي انت عايزه، ومفيش اي حد هيعمل لنا مشاكل. دول ناس عايشين في حالهم، ولو حد ضاع هيعملوا شوية قلق وخلصنا، ولا هيعرفوا احنا مين ولا منين. مية مية. والعيال نظامها ايه؟ البلد امان، وسايبين العيال الصغيرة بتلعب في الشوارع براحتها. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. طب يلا يلا شد حيلك بقى ونقيلك واد وانجز. حبيبي صباح الفل. السباق مخلصش يا حسونه، لسه فاضل لفه. انتوا بتشجعوا مين؟ انتوا مش شايفين انا فين وهو فين؟ طب اهو واهو، وخدوا عندكم دي كمان. ايه ده العربيه مالها؟ هاي خلصت البطاريات يا فالة. يلا يا بكار يلا يلا. هيه هيه بكار. انتوا بتغشوا، اني المفروض اللي اكسب. بنغش؟ بنغش ازاي يا حسونة؟ انت اللي مش عايز تعترف انك خسرت يا حسونة. بس بقى اني متضايق، ولما حسونة يبقى متضايق محدش يكلمه. طب يلا دور فارس وهمام في السباق. لا اني جعان جدا ومش قادر، هروح اتغدى. بتهرب يا فارس؟ طبعا، لانك خايف تتهزم. اهرب مين؟ روحوا هاتوا البطاريات هترجعوا تلاقوني. سلام. ايه ده انت هتروح لوحدك يا فارس؟ المسافة بعيدة، استنى شوية وهنروح كلنا سوا. لا لا انا ما بجوع ما بفهمش. استنى استنى يا فارس. سلام بقى، شوية وجاي على طول. يلا روح يا حسونة اشتري البطاريات. يا سلام، ولا هشارك في تمنها حتى، اتسابق بيها كده يا حلو. هو انا هخسر لوحدي ولا ايه يعني ولا ايه؟ بقول لك يا حبيبي، مش عاوز تشتري حاجات حلوه؟ لا شكرا، اصلي رايحه اتغدى. انت حظك حلو، ده انا معايا حاجات حلوة ما حصلتش. تعالى بس دوق، تعالى. معلش اصلي لازم الحق اروح، وبعدين اني مفيش معايا فلوس. طب بص دوق واحدة ببلاش، ولو عجبتك اديك عرفتني، وابقى اشتري مني بعدين. اني عايزة دوق طبعا، بس اني امي قالتلي ما كلش حاجة من الشارع. وهي دي حاجات من بتاعة الشارع؟ ده انا ببيع حاجات حلوة مستوردة. إذا كان كده متهيألي ممكن أدوك. ماشي، هي فين؟ هناك اهي في العربية. ها؟ يلا بينا ما تخافش. أصلاني بصراحة المفروض ما كلمش حد ما عرفوش. تلاقي أمك برضو اللي قالت لك كده. أيوة صح. أنا عمك مرجان، وإنت اسمك إيه؟ اسمي فارس. خلاص كده انا ما بقتش غريب، ولا انت كمان. تعال بقى اختار لك واحد. اتفرج بقى ونقي اللي تعجبك منهم، بس واحدة بس. ياه دي حاجات حلوة جدا. من تبع اللي أيوة.
اهلا اهلا يا ام فارس، اتفضلي. فارس ولدي عندك يا ام بكار. فارس يا بكار، بكار. ايوه يا امي. بس الواد ده شكله مش هينفعني. هو انت بتراجع الاولدر مع بتاع الدليفري يا عزمي؟ قصدي يعني الواد ده اسمر، مش هيبانوا ان ابني، وكمان مش شبهي خالص. يا عم دي شكليات، هو حد مركز مع حد اليومين دول؟ سلام. اتفرج بقى ولاقي اللي تعجبك منه، بس واحدة بس. فين يا عم الحاجة الحلوة اللي ببلاش؟ ها؟ ايه ده؟ أني فين؟ ها؟ افتحوا افتحوا الباب، الحقوني. الحمد لله على سلامتك يا حبيب. ها؟ الله يسلمك. ايه يا عم النوم ده كله؟ انتوا مين؟ واني فين؟ احنا مين؟ انت اللي مين؟ وايه حكايتك بالظبط؟ مش فاهم حاجة، اني ايه اللي جابني هنا؟ يا ابني احنا لقناك مغمى عليك على الرصيف في الشارع، حاولنا نفوقك ما فوقتش، جبناك على البيت عندنا لغاية ما نعرف حكايتك ايه. طب يلا فوق كده عشان اخدك واديك اسم الشرطة. حرام عليك يا عزمي، ده طفل، هيبهدلوه وهيبيتوه في الحجز مع الحرامية والمجرمين. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ صاحبك؟ انت تعرفني؟ لا، ما انا مش عارف اسمك، عشان كده بقولك يا صاحبي. اني اسمي فارس، وانت؟ انا بقى يا سيدي بيقولوا لي ايمن. يعني ايه؟ اسمه ايمن، ودي ياسمين ولادنا، وده عزمي جوزي، وانا اسمي عنايات. طيب اني متشكر جدا انكوا ساعدتوني، انا يمكن بس كنت جعان قوي واغمى عليا من كتر الجوع، بس خلاص يلا روحوني بيتي، زمانهم جلجانين عليا جدا. وانت بيتك ده فين؟ اني حافظ النوبة كويس، يلا بس واني هوريهولكوا. نوبة؟ نوبة ايه يا ابني؟ احنا هنا في القاهرة. ايه؟ ازاي؟ ياه النوبة دي بعيدة قوي. أصلاً اكلوا اي حاجة اكلها يا عنايات. الحقنا يا حضرة الظابط، فارس ابني ضاع، فارس ابني ضاع يا حضرة الظابط. اهدوا بس يا جماعة وان شاء الله هنلاقيه. يعني انتوا اخر مرة شفتوه يا اولاد كانت الساعة كام تقريبا وفين؟ في الجنينة اللي بعد المعبد القديم، وكانت الساعة 4 وقال ان هو هيروح ياكل ويرجع لنا، واحنا مشينا الساعة 5 تقريبا وما كانش رجع. ايوه وما شفناهوش من ساعتها. بص يا ام فارس، انا هاخد منك مواصفاته ولبسه وحالا هندور عليه وهنلاقيه. يا رب يا رب يا منجي يا رب. يعني اني هروح ازاي؟ تروح دي تذكرة القطر بفلوس يام، واحنا ما عندناش فلوس خالص. ايه؟ طب وبعدين؟ امرنا لله، يقعد معانا يومين تلاتة لغاية ما نحوش شوية فلوس نروحوا بيته بيهم. حنين وقلبك طيب طول عمرك. هنعمل ايه بس؟ الواحد عنده عيال وبيخاف ربنا. طب اكلم اهلي في التليفون اطمنهم. ما عندناش تليفون. نتصل من اي كشك في الشارع. ما قلتلك ما عناش فلوس. الله 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 الله، الواد ده غلباوي قوي وهيتعبنا. اوديه الاسم بقى ونخلص من المشكله دي. لا عشان خاطري يا عزمي بلاش. لا وديني الجسم واني هتصرف. اوعى تقول كده تاني، هيقعدوك في الحجز يمكن شهر واكتر لغايه ما يوصلوك لاهلك. لا الشرطه هتساعدني. خلاص تهت ولقيناها، احنا ننده امين الشرطه جارنا وهو يتصرف معاه. امين شرطه مين اللي نجيبه هنا؟ انت اتجننتي يا عنايات. امين الشرطه جارنا حسنين.
أيوة 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 حسنين أمين الشرطة، هروح عندهله.